لطالما قيل في الأمثال أن العظماء يظهرون من بطون أمهاتهم، كيف ولا ونحن نتحدث عن أشهر وأمهر حراس القارة السمراء، عن القائد المرصع بالألقاب، عن من سمي بالمنقذ والعنكبوت. نعم، إنه آنس سنيتي يا سادة، حارس الحقيقة والأحلام، الحارس الخرافي، صائد الانفراديات، مالك البلانتيات، حامي حمى العرين والحارس الأمين. تعددت الأسماء والأسطورة واحدة. تتذكرك جيدا أقدام كبار القارة السمراء، ويشهد بإبداعك القاسي قبل الثاني، وتنحني لك رادس وكينشاسا، ويقر بعظمتك ملعب الصداقة. فعلها آنس سنيتي مرة أخرى على ملعب الصداقة، وأضاف الثالثة لتاريخه، ومثلها للرداء الأخضر، بعدما حصل على واحدة مع الماس وهو في نعومة أظافره. أسكت بأفواه الصحافة التونسية التي قللت من قيمته آنذاك، ووصفته بالحارس الضعيف. فكان الرد قاسيا على المشككين بالأقلاب، وأخرى مع الرجاء البيضاوي سنة 2018. ومن منا لا يتذكر ملحمة كينشاسا، الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود. ولولا براعة سبايدرمان لتركت الرجاء الكأس في كينشاسا وعادت إلى كازابلانكا خالية الوفاض. فللمباريات الكبيرة رجالاتها. آنس سنيتي بطلا خلق ليفرح الرجاء طولا وعرضا، فمن غير العنكبوت يفرحك يا خضرة. سد المغرب العالي، قفز بالرجاء عاليا، وفي عز الأزمات كتب اسمه بأحرف من ذهب في سجل المتوجين بكأس الكونفدرالية، ليدون اسمه مع كبار القارة السمراء كأمثال مصطفى الشادلي وبادو الزاكي. فرض العنكبوت نفسه سيدا وسدا منيعا في القارة الإفريقية، كيف ولا، وكل تصد منه يساوي تأهل لفريقه. وكأنه نسج شباك الرجاء بيده، أسماء المهاجمين تشابهت أمام تصدياته وتعددت أمام ارتطاماته. وكأن الكونفدرالية تقول لآنس: أنا العاشقة لتصدياتك برب العشق فارحمني، فمن مسكني بالقفازتين مرات فكيف للتاريخ أن ينسى. ليتك تعلم يا آنس حجم سعادتي عندما تضمني يدك. سلمت أناملك يا أسطورة.